أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول في الحديث إن الرجل إذا مدحه الناس فتلك عاجل بشرى المؤمن، فهل من فرح بمدح الناس له من أجل ذلك هل فيه حرج؟ إذا كان يقصد مدح الناس هذا رياء، أما إذا ما يقصد وجه الله ولكن الناس مدحوه ولا يريد ذلك هذا من عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.